شو هالاكل الطيب؟ يسلم واليدين. ايديك. اشتقت لك. حلو؟ اي حلو. شو المناسبة؟ شو المناسبة؟ إنه الحب لوحده مناسبة. حلو كتير. يسلموا إيديك. فادية؟ آه. أنت ليش ما بتعبري على اللي بقلبك؟ كيف يعني؟ ما فهمت. ما انبسطتي بالهدية؟ بلا، انبسطت. بلا، انبسطت. فادية، أنت ليش هيك ردة فعلك دايما باردة مبوزة؟ شوف فؤاد، أنا لا لي باردة ولا شيء، بس أنا مالي مثلك، يعني ما بعرف أعبر عن هي المشاعر والحب وهذا الحكي الفاضي كله. يعني ما بتعرفي بالرومانسية؟ فادي، أنا بحبك تكوني رومانسية. كنت بالأول أقول إنه الأولاد والشغل والأكل، بس هلا الأولاد كبروا ما بقي من العمر أكثر من مضى. خلينا شوي. خلصنا فؤاد، اجلونا. شو لسه ما بلشتوا؟ يلا. شو هام؟ شو حلو؟ ايه ما جبتي؟ أبوك اليوم جاب لي. والله مزوق يا بابا. حبيبي كثير حلو. بدك تغيريني اياه؟ لا حبيبي ما بيزبط معك هاد، انت لساتك بنوتة صغيرة، بدك شيء أنعم. انت بكره بتتزوجي بصير جوزك بهديك وبيجيب لك. ايه يا سيدي، الله يسمع منك. عفوا، شو هي الله يسمع منك؟ كأنه في من وراها هالشي. احكي شو في. شو بده يكون في ماما؟ ما في شيء. لا احكي بابا احكي، ما تخجل. اصلا الحياة بلا حب وغزل ما فيها سعادة. ما تكبتي حبيبتي، قولي كل مشاعرك، قوليها لحبيبك، قوليها لكل الناس. بابا انت عن جد عم تحكي؟ اكيد عن جد. هلا المهم، مين هو؟ مين اهله؟ شو بيشتغلوا؟ شو بيعملوا؟ ماما على مهلك علي بالأسئلة. يعني كنت متمنى تحاكيني مثل ما حكى بابا، حبي ونحبي، شوفي حياتك، مو مين هو ومين أبوه وشو أصله وفصله. أنا هذا الحب بالنسبة إلي بيجي بالمرتبة الثانية. المهم يجيكي واحد يعيشك نفس العيشة اللي أنت عايشتيها ببيت أهلك. أهله معروفين؟ طمني ماما، من هاي الناحية بيرضيكي كتير منيح، وبيرضي كل المجتمع يلي بتضلوا طول عمركم خايفين منه وحاسبين له حساب على حساب عواطفكم. هلا لا تعدي تنظري لي مثل أبوكي. نعم شو؟ بنظري مثل أبوك؟ لا فادي، أنا بنظر، أنا بنفذ اللي بقوله. أصلاً أنا طبيب تجميل، يعني بشتغل بالتجميل، بجمل النسوان لينحبوا، يعني أنا بشتغل بالحب. أما التنظير من اختصاصك أنت فادي. أوهو علينا، هلأ سكرونا هالجدال وخلوا يارا تعرف تقول مين هالعريس. مين هو حبيبتي؟ بعدين بنحكي بابا، بس يكون الجو مناسب. ولا للشبه الجو ما له مناسب؟ عن جد؟ وانت برايك شو اشبه الجو مامي؟ عن جد شو بيه؟ ليكي شو حلوه الحياه. اكلي كلي. بعدين بنحكي بابا.